طبعا انتهى اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي اليوم او منذ قليل، والاجتماع ما زال انعقاده مستمرا حتى يوم الاثنين القادم، وبالتالي لم يخرج الا يعني قرارين، قرار للتضامن مع اخواتنا في فلسطين، والقرار الثاني هو تعيين كابتن محمد شوقي نائبا للمدير الفني رئيس قطاع الناشئين. اعرف برضو رايكم. تمام. طبعا بالنسبه للبيان اللي اصدره مجلس الاداره النهارده هو بيان متوقع من النادي الاهلي. نعم. كمؤسسه مصريه رياضيه تعرف دورها جيدا وتعرف القضايا المصيريه سواء على المستوى العربي او على المستوى الدولي، وخصوصا تجاه الاشقاء في فلسطين. ومن هذا المنطلق صدر البيان في الاجتماع النهارده برئاسه الكابتن محمود الخطيب على التضامن الكامل مع اشقائنا في الدفاع عن حقوقهم المشروعه. وطبعا زي ما قلت ان هو ده امر طبيعي جدا، النادي الاهلي بيمارس الدور الوطني طبعا الرائد اللي هو متعود عليه طول العمر يعني. بس استاذ محمود، طبعا مش غريب عن النادي الاهلي مؤسسه وطنيه كبيره جدا، في ظل كمان تفاعل الدوله المصريه في حد ذاتها ومساندتها للقضيه الفلسطينيه. طبعا مصر هي الحائط الاول من وجهه نظري يعني في كل الازمات العربيه، وهي يمكن جزء الفاعل بصوره كبيره جدا، وهي بتتحمل كثير من الضغوطات. كمان النهارده يمكن لفت للنظر بيان اللي اصدره الازهر الشريف الاستاذ دكتور الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب، بيان اكثر من رائع. كل هذه اكيد في فعاليات في الايام اللي جايه، واكيد النادي الاهلي ودوره الكبير ليس دور قاصر على الرياضه، بل دور تفاعل مع كل القضايا وهموم الوطن، والوطن الاكبر هو الوطن العربي، وكل شيء يمس يعني بلادنا بتبقى مؤسسه الاهلي حاضره بنوع من التضامن، وده طبعا امر طبيعي في ظل، والكل المفروض بامانه شديده يتوجه بالدعاء للاخوه في غزه ان شاء الله انه ربنا يعدي عليهم الايام الجايه، ايام صعبه جدا يا رب بامانه شديده يعني. يا رب.